عدلت فيك زيادات الرواتب اللي وعدلت عدة مرات كي تعرفوا بالنسبة للعمال والموظفين، وعدلت زيادة الدخل المتقاعدين، وعدلت زيادة دخل الأرامل اللي عندهم أطفال عندهم دعم من الدولة، وعدلت هذه البرامج الاجتماعية الأخرى اللي تشوفوا اللي فيها تحويلات النقدية اللي تنعطى لبعض المواطنين، وفيها تقسيم بعض المواد الغذائية اللي فيها اللي سمك وفيها اللي حبوب وفيها اللي من عند مفوضية الأمن الغذائي ومن عند وزارة الصيد ومن عند التآزر، وعدلت المشاريع أم اللي ذات الناس اللي ذات الدخل محدود المدير للدخل يعدلوها والهيئات اللي ذكرتهم، وعدلت مستويين من التأمين المجاني متحملة الدولة على المواطنين اللي ما عندهم دخل. ذيك سابق كنس قاع ذاك كان عند كنم اللي هو تقريبا 600 ألف موريتاني مواطن